عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كرمكم الله وبارك فيكم وحفظكم ووصلتكم رحم وجزاكم عنا أحسن الجزاء. الأجناس المختلفة لا يحل بيعها بوزن واحد أو جمعها في كيل واحد لما في ذلك من الغرر، هذا محل اتفاق بين أهل العلم. وذلك مثل بيع التفاح والبرتقال مثلا، كيل مشترك من التفاح والبرتقال أو كيل مشترك من الرمان والبرتقال إلى آخره أو نحو ذلك. واستثنى بعض الناس الشيء التافه القليل الذي يكمل به الوزن، كمن اشترى كيلو من التفاح ولم يكن لدى البائع ما يتمم الوزن تماما، فقال له ما رأيك أن أزيدك به هذه الليمونة أو نحو ذلك حتى يكمل الوزن. شيء يسير جدا الذي يكون منظورا لا ليس فيه غرار ولا جهالة، استثناه بعض أهل العلم. هذا الذي تحدثت أنا فيه، هذا يشمل الحبوب والخضروات والفواكه وكل ما هو من جنسين مختلفين فصاعدا. ولذلك بعض الأمور التي تكون خليطا مؤلفة من عدد من الأمور اتفق أهل العلم على منع بيعها، كبعض الأدوية التي هي ملفقة من ترياق مؤلف من عدد من الأمور بحثها أهل الطب، جمعها أهل الطب بحث الفقهاء فذكروا منع بيعها لأنها مؤلفة من أجناس ولا يعرف قدر كل جنس منها، وهكذا. الله يكرمكم ويحفظكم ويرعاكم. ومحل هذا الخلاف في الترياق ونحوه من الأدوية، إذا كان ذلك مقصودا لذاته، هذه المكونات مقصودة لذاتها، أما إذا اندمجت فأصبحت جميع مادة واحدة فتصبح ذات طبيعة مستقلة وتصبح تلك المادة بالإمكان بيعها كالحلوى العمانية، وهذا الذي يمثل به الفقهاء قديما. الحلوى العمانية مؤلفة من عدة أشياء ولكنها أصبحت مادة مستقلة معروفة، فيباع الكيلو منها بكذا. ومثل ذلك أيضا ما يسمى بالبالوذج العراقي، فإنه مؤلف من أشياء وما فيه من العسل وما فيه من السمن وما فيه من الدقيق لا يعرفه الناس، ولكن لم يعد ذلك مقصودا لذاته وإنما أصبح مادة مستقلة تقصد لذاتها، فهي تكون مثل الطبيخ الذي فيه عدد من المكونات ولكنه يجوز بيعها على ذلك لأنه أصبح بمثابة المادة المستقلة، بخلاف غير الطبيخ وغير المخلوط من ذلك ما هو مقصود لذاته كما ذكرناه في الحبوب والثمار والتمر ونحو ذلك مما هو أنواع مختلفة فلا يحل بيعه بكيل واحد أو وزن واحد. الله يكرمكم ويحفظكم ويرعاكم. السلام عليكم ورحمة الله.